طبعا الملاعب الانجليزيه بتضم 5 من المحترفين المصريين، واحده من اقوى الدوريات. سعيد بالرقم 5، اولهم طبعا محمد صلاح النجم المصري اللي انتقل ليفربول من 3 مواسم. لاعب ليفربول محمد صلاح شارك مع فرقته الموسم الحالي في 39 مباراه، منهم 27 ماتش في الدوري و8 في تشامبيونز ليج او في دوري الابطال، واثنين في كاس الاتحاد الانجليزي، ومباراه في الدرع الخيريه، ومباراه كمان في كاس انجلترا. قدر يحرز خلالهم 25 هدف ويصنع 4 اهداف، بواقع 17 هدف في الدوري، 5 في دوري الابطال، 3 في كاس الاتحاد، وكان حقيقه اساسي في ماتش ليفربول الاخير في دوري ابطال اوروبا امام لايبزيج الالماني، والمباراه انتهت طبعا بفوز ليفربول بنتيجه 2-0، واحرز خلال المواجهه هدف ليفربول عشان يحتل المركز الثامن في برصيد 43 نقطة، ده في الدوري طبعا 43 نقطة، بيفرق عن مانشستر سيتي متصدر البطولة ب 34 نقطة. محمد صلاح القيمة التسويقية ليه بتتجاوز ال 100 مليون يورو، أو تحديدا 120 مليون يورو في التوقيت الحالي. تاني اللاعبين المصريين الحقيقة اللي يمكن بعد تجربة متوترة في بدايتها مع الأرسنال نجح بشكل كبير بعد رجوع لي من الدوري التركي، محمد النني. شارك النني الأسبوع السيزن ده مع فرقته في 30 مباراة، 16 منهم ماتش في أو 16 ماتش في الدوري، 8 في الدوري الأوروبي، 3 في كاس إنجلترا، و2 في كاس الاتحاد، وماتش واحد في الدرع الخيرية. قدر يسجل هدفين في الدوري الأوروبي، وشارك كبديل في ماتش الأرسنال الأخير أمام توتنهام واللي انتهى بفوز الأرسنال 2-1. أرسنال حاليا بيحتل المركز العاشر برصيد 41 نقطة، والقيمة التسويقية لمحمد النني 7 مليون يورو. تريزيجيه ابننا الحقيقة اللي بيقدم مستويات أكثر من رائعة، وإن كان السيزون ده يمكن ما يكونش الأفضل بالنسبة له، لكن واحد من أهم المهاجمين المحترفين المصريين في الخارج، بيلعب حاليا لأستون فيلا وشارك مع فرقته في 18 مباراة في الدوري وماتش واحد في الكاس. قدر يصنع هدفين، واحد في الكاس والهدف الثاني في الدوري، وشارك كأساسي في تعادل فريقه الأخير مع نيوكاسل، والقيمة التسويقية لمحمود حسن تريزيجيه بتصل لحوالي 10 مليون يورو. المحمدي واحد من أقدم اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي، ولعب لفرق كتير جدا لغاية لما وصل مشواره للمشاركة مع أستون فيلا نفس فرقة محمود تريزيجيه. شارك مع فريقه الجديد في 14 مباراة، منهم 11 مباراة في الدوري، 3 في الكاس، وشارك كأساسي في ماتش فريقه الأخير مع نيوكاسل واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أستون فيلا زي ما قلنا في المركز التاسع طبعا. القيمة التسويقية لأحمد المحمدي حوالي 2 مليون يورو. سام مرسي اللي يمكن شفناه حاضر مع المنتخب في اكثر من مناسبه واكثر من فتره، بيلعب في نادي ميدلزبرا الانجليزي. الحقيقه يمكن ميدلزبرا مش في بريمير ليج، بيلعب في الشامبيونشيب، شارك مع فرقته في 28، ولكن واحد برضو من اعرق الانديه الانجليزيه. شارك مع فرقته في 28 مباراه في البطوله، قدر خلالهم انه يصنع 5 اهداف ويحرز هدف واحد. شارك اساسي في ماتش فرقته الاخير امام ستوك سيتي واللي انتهت بفوز فريقه بنتيجه 3-0، بيحتل حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطه، وبفارق 8 نقاط عن على مراكز مواجهات بتسبقه. طبعا نتكلم على انه البطوله دي هي البطوله المؤهله للدوري الانجليزي الممتاز، وقيمته التسويقيه 1.5 مليون يورو. من انجلترا نروح مع حضراتكم لليونان. اثنين من اللاعبين المحترفين المصريين في ملاعب اليونان، عمرو ورده واحمد حسن كوكا. عمرو ورده المثير للجدل الحقيقه، وان كان يملك امكانيات فنيه عاليه، عمرو الحقيقه بيلعب لفريق باوك، لعب الموسم الحالي 26 مباراه مع فرقته في الدوري والكاس، 10 منهم مع بولوس واحرز خلالها هدفين وصنع هدف، وشارك مع باوك في 16 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف. آخر مباراة لباوك شارك فيها برضو عمرو وردة كأساسي، وانتهت بخسارة باوك 2-1 من باناثينايكوس في الدوري. باوك حاليا بيحتل المركز الرابع، وأعتقد نادي شهير لأنه عندنا كتير من اللاعبين المصريين اللي احترفوا في نفس النادي ده على مدار أجيال مختلفة. يعني بيحتل حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، والقيمة التسويقية لعمرو وردة حوالي 1.5 مليون يورو. كوكا المهاجم المصري اللي ما كانش يمكن
موفق مع منتخب في مناسبات كتيرة جدا، ولكنه على مستوى الاحتراف واحد من أنجح اللاعبين المحترفين، ويمكن يكون هو اللاعب الوحيد المتصدر بفرقته في المنافسات المحلية. أحمد حسن كوكا بيلعب مع أولمبياكوس، لعب 28 مباراة في الدوري والكاس ودوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج، وأحرز خلالهم 12 هدف وقدر أنه يصنع 4 أهداف. كوكا شارك في آخر مباراة لفريقه مع لاريسا، والمباراة دي انتهت بفوز أولمبياكوس بنتيجة 3-1، أحرز خلالها هدف واحد من أهداف أولمبياكوس اللي بيحتل حاليا صدارة جدول ترتيب أو صدارة ترتيب جدول الدوري اليوناني برصيد 76 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافس لي أريس سالونيكي. قيمة كوكا التسويقية بتبلغ حوالي 3 مليون يورو. من اليونان نروح مع حضراتكم لتركيا، وتركيا الحقيقة كانت سوق واسعة جدا لكثير من اللاعبين المصريين على مدار فترات طويلة جدا. يمكن السنة دي بنشهد تألق أكتر من لاعب مصري أو اثنين من اللاعبين المصريين الحقيقة. بداية هيكون كريم حافظ طبعا لاعب مالاتاي سبور اللي شارك مع فرقته في 17 مباراة قدر خلالهم أنه يصنع 4 أهداف، ما كانش موجود في التشكيلة الأساسية لفرقته في الماتش الأخير، والمباراة دي كانت انتهت بخسارة فريقه أمام فريق ترابزون سبور التركي بنتيجة 2-0. ومالاتاي بيحتل حاليا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، أما القيمة التسويقية لكريم حافظ فتبلغ حوالي 900 ألف يورو. مصطفى محمد المهاجم الواعد لمنتخب مصر الأولمبي وأعتقد منتخب الأول دلوقتي كمان، لاعب جلاتا سراي، صفقة يمكن حصلت بعد حالة جدل كبيرة جدا، كان مرشح فيها انتقال الدوري الفرنسي، لكن الحقيقة استقر به المطاف في جلاتا سراي في تركيا، واحد من أكبر طبعا وأشهر الأندية التركية. شارك مع فرقته في 6 مباريات، 5 في الدوري وماتش في الكاس، وقدر خلالهم الحقيقة إنه يحقق معدل كويس جدا، أحرز خلالهم 6 أهداف، 5 برضه في الدوري وهدف 1 في الكاس، يعني بمعدل أو بواقع هدف في كل مباراة شارك فيها، وشارك كأساسي في ماتش فريقه الأخير أمام قيصري سبورت واللي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجة 3-0. جلاتا سراي حاليا بيحتل وصافة الترتيب في الجدول الدوري برصيد 61 نقطة ورا بيشكتاش المتصدر برصيد 63 نقطة، والقيمة التسويقية حاليا لمصطفى محمد بتبلغ 2.5 مليون يورو، اللي بتوقع ان الرقم ده هيتضاعف بشكل كبير جدا في حالة استمراره على نفس الإجادة وتطوير مستواه في السيزون الحالي. اعتقد بيملك من الامكانيات الكتير والكتير، واعتقد انه عنده القدره زي ما قلت لحضراتكم انه يلعب في اكبر الدوريات واكبر الفرق الاوروبيه. نتمنى طبعا كل التوفيق لكل محترفينا مش بس مصطفى محمد. نروح للسعوديه طبعا، نجمنا احمد حجازي اللي عامل سيزون اكتر من رائع، وعلى الرغم من انه ناس كتير جدا شافت انه انتقاله من ويست بروميتش او من اللعب في انجلترا حتى ولو كان بيلعب في الشامبيونشيب وانتقاله للاتحاد السعودي او للدوري السعودي يمكن يكون مش في مصلحته، لكنه الحقيقه قدم موسم اكثر من رائع وفرق بشكل كبير جدا مع فريق اتحاد جده. بيلعب مع اتحاد جده طبعا فريق من اكبر الفرق السعوديه، شارك مع فرقته في 17 مباراه 16 في الدوري ومباراه واحده في الكاس، وقدر خلالهم يحرز هدف وحيد. شارك كمان كاساسي في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بالتعادل 1-1 امام اهلي جده. اتحاد جدة السيزون ده بيحتل المركز الرابع، وده مركز متقدم جدا مقارنة بالسيزون الأخير، عنده 29 نقطة في رصيده وفارق 9 نقاط فقط عن الشباب المتصدر لجدول الترتيب، والقيمة التسويقية لأحمد حجازي تقريبا بتقترب من 5 مليون يورو. دي كانت انترودكشن سريعة عن يعني أهم اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج.